ما علاقة الدولة بالحضارة؟ نعم، الحضارة مقصود بها مجموعة من إنجازات ملموسة طيب يقدمها شعب معين أو أمة معينة، وهذه الإنجازات قد تكون في مجالات دينية أو مجالات اقتصادية أو سياسية أو ثقافية. نعم، وأبرز المظاهر التي يتعلق الناس بها في الحديث عن الحضارات مظاهر العمران ومظاهر البناء. وحتى في القرآن الكريم نجد بأن ربنا جل جلاله حين يحدثنا عن حضارة عاد: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ثم بعد ذلك عن ثمود: ثمود الذين جابوا، أي قطعوا الجيب هنا القطع، سبحان الله، الذين جابوا الصخرة بالواد، ولذلك سمي الجيب جيبا لأنه قطعة من الثوب. سبحان الله. وفي القرآن الكريم كذلك بأن هودا عليه السلام قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكذلك صالح عليه السلام يقول لقومه: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وهذه الآثار لا زالت قائمة شاهدة، حضارة عاد وحضارة ثمود تجدها إلى الآن. والناس مثلا إذا زاروا الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية أو روسيا التي كانت فيما مضى الاتحاد السوفيتي العظيم كما كانوا يسمونه، وكذلك الدول الأوروبية، يعجبون من البنايات الشاهقة والمباني المرتفعة والأشكال المتعددة. ولا زالت الدنيا تعد الأهرامات الثلاثة في مصر، خوفو وخفرع ومنقرع، من عجائب الدنيا السبع التي لا يزال يقصدها السياح، نعم، الزوار والسائحون من أجل أن ينظروا إليها ويعجبوا منها ويحاولون الصعود إليها والدخول فيها وما إلى ذلك. فالحضارة دائما في عرف الناس مرتبطة بالعمران، لكنها أوسع من ذلك. فالحضارة قد تكون منجزات يعني ثقافية، قد تكون منجزات سياسية، قد تكون منجزات دينية. ولذلك عبر التاريخ عرف الناس مثلا الحضارة اليونانية. الحضارة اليونانية ما كانت مشهورة بالعمران، لكنها كانت مشهورة بالحكمة. أيوة. يعني هؤلاء الفلاسفة الكبار الذين يتحدث عنهم مثلا أرسطو وأفلوطين وأفلاطون هؤلاء إنما كانوا من نتاج تلك الحضارة. الحكم، نعم. نعم. ثم هناك أيضا الحضارة الكنعانية، هناك الحضارة الصينية، هناك الحضارة الفرعونية التي عبر عنها كبيرهم بقوله: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي فلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة، أو في القراءة الأخرى أساورة من ذهب، أو جاء معه الملائكة مقترنين. فالمقصود بأن هذا الإنسان كان يباهي يعني بما عنده من أدوات الحكم. كذلك القرآن الكريم يحدثنا عن دولة ذي القرنين الذي بلغ المشارق والمغارب وأوتي من كل شيء سببا. أيوة. ولذلك يقول أهل التفسير بأنه ملك الدنيا مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فداود وبختنصر، أو سليمان وبختنصر. سليمان الذي سخر الله له الرياح والطير والجن وما إلى ذلك. وأما الكافران فهما البختنصر والنمرود. إذن نصحح المعلومة، سليمان وذي القرنين هما المؤمنان، نعم، وبختنصر والنمرود، نعم، والنمرود هما الكافران. النمرود الذي قال: أنا أحيي وأميت. وبختنصر هذا الملك الفارسي البابلي الذي ذكره ربنا والله أعلم، هو المقصود بقوله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فالمقصود بأن هذه الحضارات يعني التاريخ حفظها. بالنسبة لحضارتنا يعني الحضارة الإسلامية يعني قدمت نموذجا في الحكم، نموذجا فذا في عهد الخلافة الراشدة مما يأتي تفصيله إن شاء الله. قدمت نموذجا فذا
في الاستفادة من الحضارات الأخرى. يعني الآن السؤال الذي يطرحه كثير من الناس بالنسبة لموقف المسلمين من الحضارة الغربية أو ما هو حكم الإسلام في الاستفادة من منجزاتها، طيب. نقول بأننا يعني بمنزلة إنسان يعني في الصحراء، يعني وهذا الإنسان معرض للعطش، فقدم إليه ماء زلال وسم ناقع. نعم. فإما أن نقول بأنه يعني عندنا ها هنا بالسبر والتقسيم احتمالات أربعة، إما أن يأخذهما جميعا، طيب. شربهما جميعا فالهلاك، وإما أن يتركهما جميعا، طيب دي الاحتمال الهلاك، وإما أن يأخذ السم فيهلك أيضا ويترك الماء فيهلك، وإما أن يأخذ الماء ويدع السم. فكذلك الحضارة الغربية الآن الذين يقولون لا بد أن نأخذها بخيرها وشرها وحلوها ومرها، حتى النجاسات التي في أمعائهم وكذا هؤلاء هالكون، والذين يقولون نضرب الذكر صفحا ولا نلتفت إليها أيضا هالكون، ولولا الحضارة الغربية لما جلسنا مجلسنا هذا وما استفدنا من هذه الكاميرات والتقنيات. نعم. والذين يقولون نأخذ شرها في طباعهم وعاداتهم وأساليبهم وما إلى ذلك هالكون، فلم يبقى إلا موقف العقلاء وهو الذي يوافق الشرع، وهو الذي فعله المسلمون الأولون، استفادوا من حضارة فارس، من حضارة الرومان وغيرهم. ولذلك يقول المؤرخون بأن تمصير الأمصار، تدوين الدواوين، وكتابة التاريخ وما إلى ذلك من مما كان من تراتيب إدارية في عهد الفاروق عمر ومن بعده من الخلفاء إنما كان استفادة من تلك الحضارات. وفي الوقت نفسه القيم الإسلامية في الحكم والإدارة بقيت كما هي، ما مسوها بسوء. فأرجع فأقول بأن هذه الحضارات عبر التاريخ الناس يذكرون جوانب منها ويغفلون عن جوانب مظلمة، مثلا حين يتحدثون عن الحضارة الفرعونية فإنما يذكرون العمران والمباني الشاهقة والأهرامات والتحنيط وما إلى ذلك، لكنهم يغفلون أن فرعون كان أسوأ نموذج للحاكم المستبد اللئيم الذي يسوس رعيته بالقهر والعسف والجور ويسومهم سوء العذاب ويفرق بينهم فيجعلهم شيعة، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، وهو يعني نموذج للمستبد. كان يقول ما أريكم إلا ما أرى ما علمت لكم من إله غيري ونحو ذلك. لذلك تجد فرعون يذكر في القرآن 74 مرة. سبحان الله. نعم. لماذا؟ لأن الفرعونية ليست شخصية إنما هي ظاهرة، ظاهرة عبر التاريخ. قد يكون فرعون هذا اسمه كسرى، قد يكون اسمه قيصر، قد يكون رئيسا، قد يكون ملكا، قد يكون أميرا، قد يكون، لكنه فرعون. فرعون بطباعه، لأن وباستبداده. أي نعم. يعني الخصائص، يعني يمكن أن يكون لهذا العصر فراعنة، ما في شك. يعني لأن هناك يعني معالم معينة للحكم الفرعوني إذا انطبقت على شخص. نعم. إذا نعم، لأنه العبرة ليست بالأسماء، ربما أسمي نفسي خليفة لكنني فرعون.